بسم الله. الاخوان خاصكم شي فان طوزه باش كتجر المازوط كما هكا، غير المازوط كيف هذاك ما راه مجروح. اما بالنسبه للموتور كحل راه فيه لابون دكافاج قبل ما تحتاج الطريقه هذه، طور الكونتاك هو غادي يطلع المازوط. بالنسبه للاخوان الديماراج الناس تقدر دير لينا واحد شويه، ولكن غادي تدمر ان شاء الله. بسم الله. المهم انا غادي نحسو بحال غادي تيراطي واحد شويه، ترى غادي يدوز في المازوط مزيان. كيدي خويا المازوط تيراطي واحد شويه. انا الاخوه داير لها الفلتر ديال البون كو، ماشي ديال البون كات. بالنسبه للموتور بحال لا مدير ليه الفلتر، هذا هو الفلتر القديم اللي حيدنا. فاش كدير هاد الفانتوز راه كدير ورقه موبيل نورمال، تحتاج كاع تخول بها تري ولا لا. كما قلت لكم بالنسبه للموتور بحال راه فيه لابون دكافاج ديال اللور، ما تحتاج هذاك التيشيرت ديال ايه. بسم الله توكل الله. هنا الاخوان اول ديماراج مع الصباح، كانت مع الصباح ما كديماريش ليا، ودابا نشوفوا الامور كيفاش دايره. المشكل اللي كان عندنا الاخوان هو كيدخل ليا في السيركو ديال المازوط، كاين البرد وما كديماريش ليا مع الصباغ غير بزز. دابا لقيت المشكل غير من الفلتر. غادي يسولني شي واحد من الاخوان يقول لي الفلتر ماشي ديالها. المهم راه 4 سنين ولا 6 سنين هاد الفلتر، اش داك اللي ديالو بزاف.